الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا نعيم إلا في قربه ولا حياة إلا في رضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجلوت الظلمة وجهدت في الله أفضل جهاد حتى أتاك اليقين اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله شبيهك بدر الليل بل أنت أنور شبيهك بدر الليل بل أنت أنور ووجهك من ماء الملاحة أزهر فيا زينة الدنيا ويا غاية المنى من ذا الذي عن حسن وجهك يصبر فما أنجبت حواء من صلب آدم ولا في جنان الخلد مثلك آخر فثلثك كافور وربعك عنبر وخمسك ياقوت وباطيك جوهر اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن صحابته الغر الميامين وعنا جميعا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الأكارم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم أن نعرض عليه سبحانه وتعالى وبحمده أيها الإخوة الأكارم يطيب لنا أن نعيش اليوم مع حضراتكم في رحاب حديث جليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث يحثنا جميعا على فعل الخير فيما بيننا روى هذا الحديث كثير من أئمة الحديث الطبراني
الطبراني وابن أبي الدنيا وكثير من أصحاب السنن، ورواه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وقال عنه أنه حديث حسن. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال، أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس. يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى تتهيأ له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. My dear and beloved brothers and sisters, today, inshallah ta'ala, we'll talk about one of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Most of the scholars said, this is very important for us to know, because you know, the reward Allah subhanahu wa ta'ala will give it to you when you do good for your community. And Rasulullah alayhi salatu wa sallam, this hadith encouraging us all to do our best to be beneficial for our community, for our society, for our Muslim Ummah. This hadith narrated by many of the books of hadith, Tabarani, Ibn Abi Dunya, many books of Masanid and Sunan. And Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, he narrated this in the authentic hadith, and he said, this hadith is hadith hasan. This hadith narrated by one of the companions, famous one, he is Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the most beloved one to Allah subhanahu wa ta'ala from the people will be the most beneficial to the people. The most beloved one to Allah subhanahu wa ta'ala among the human being will be the most beneficial for the human being, for the people. And he said sallallahu alayhi wa sallam, and the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala, when you introduce or to be a reason for a family to be happy and to feel pleasure. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in this hadith also said, or to reveal it is a distress or eliminate debt, to help him to remove any harm emotionally or physically, or to help him financially by to remove any debt from him. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told us about something very important. When you help your own brothers and sisters, he alayhi salatu wa sallam said, and to walk with my brother, to help him for any needs in his life, it's most beloved to me. The one who is talking is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. More than
I will make اعتكاف in the masjid of Rasulullah عليه الصلاة والسلام one month. And he صلى الله عليه وسلم said, and from the plan of his anger, God will cover his nakedness, nakedness, which means Allah subhanahu wa ta'ala will reward you when you stop your anger, will be as a patient person. Allah subhanahu wa ta'ala will cover you up. The most important point in this hadith, I would like to focus on it, the first line of the hadith of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. When he said صلى الله عليه وسلم, the most beloved people to Allah is the most beneficial people to the people. And the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala is to introduce or to be as a reason for any Muslims to feel happy, to make him feel joy, to make him live in pleasure. What Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran Kareem about that? أيها الإخوة الأكارم, الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمرنا في غير موضع بأن نصنع الخير وأن نسارع في الخيرات. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة, ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. المفسرون قالوا فاستبقوا الخيرات. الله سبحانه وتعالى ينادينا جميعا إلى أن التمس أبواب الخير, ليس فقط أبواب الخير قاصرة على المنفعة المادية, بل أن تسمع لشكوى أخوك المسلم أو تشير عليه بأمر يكون خير له في دينه ودنياه, أو تساعده في مشوار في أمر من أمور حياته. هذا كله يدخل في أبواب الخير. فاستبقوا الخيرات, فاستبقوا الخيرات. الله سبحانه وتعالى mentioned us in سورة البقرة, and race to good deeds wherever you may be, Allah will bring you forth all together. So Allah سبحانه وتعالى encouraging us all to do a good deeds. It's not only financial, could be emotionally, to listen to your brother when he talk, to help him for some his errands, to do whatever he wants. It's not only when we listen to help your brother, will came to your mind, oh, he need money. Maybe he need more than money. Just he need to talk to someone. He needs someone to trust so he can talk to him. Allah subhanahu wa ta'ala in this verse, Surah Al-Baqarah, verse 90, he said, فاستبقوا الخيرات, and race to good deeds. And Allah subhanahu wa ta'ala, when he mentioned about his prophet Zakariya alayhi min Allahi salam, لما تحدث ربنا إخوة عن نبيه زكريا عليه السلام, هذا النبي الكريم الذي ذكر الله تعالى مقتطفات من حياته في صور مختلفة. في بداية سورة مريم, إذ نادى ربه نداء خفيا, هذه الآية الجليلة وهذه الآيات وهذه السورة التي شرحت كيف سأل الله زكريا عليه من الله السلام. لكن في سورة الأنبياء ماذا قال الله عز وجل عنه؟ وزكريا إذ نادى ربه أني مس ربي, وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين, دعاء الولد. ماذا قال الله عز وجل؟ قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إذن استجاب الله دعاه ووهبه يحيى عليه السلام وأصلح الله له زوجه. لماذا يا إخوة؟ لماذا؟ شوف التعليل, قال الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات, زكريا وزوجه عليه السلام, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله سبحانه وتعالى ذكر دعاء زكريا وذكر ماذا كانت النتيجة وذكر لماذا استجاب الله له. دعاء زكريا, ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
طيب زكريا هذا وزوجته ماذا كفاهم الله تعالى؟ قال الله عن زكريا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. طب لماذا عدل الله وأظهر الله لنا وبين لنا حتى نتأسى بهم؟ فقال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإن الله سبحانه وتعالى منشن طرص صدوات زكريا عليه الله السلام. أن زكريا عليه الله السلام منشن in many different verses في القرآن الكريم. من سورة مريم، من سورة آل عمران، من سورة الأنبياء. But we'll focus in سورة الأنبياء what الله سبحانه وتعالى said. الله تعالى said and mention زكريا when he called his Lord. Oh my Lord, do not leave me alone. And you are the best of inheritors. And Allah سبحانه وتعالى said about زكريا عليه الله السلام: فاستجابنا له. So we responded to him and we gave to him John Yahya alayhi wa sallam and amended for him his wife wa aslahna lahu zawjan. So Allah ta'ala gave Zakaria the reason why. Listen to what Allah subhanahu wa ta'ala said: indeed they used to hasten to good deeds, mean race to good deeds. Do any good deeds. So why Allah answers Zakaria's call? Allah telling us here, indeed, they, Zakaria and his wife, they used to hasten to good deeds and supplicate us in hope and fear. And they were true, humbly submissive. Which means they was very humble when they do dua to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah Azza wa Jalla telling us in this verse, because Zakaria and his wife, they used to do a good deeds. Allah answers the call of Zakaria alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Hajj, he ordered all of us. And he said, وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. في سورة الحج يأمر الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Do good deeds, may you be successful. Most of the scholars when they explain about this verse, they said, and this is the key for any success. Just be good. Do as much as you can from good deeds, regardless to who you will do. If he deserves it, good. And if he do not deserve it, you deserve it. You will find it in your skills in the hereafter. Why? Because there is hadith narrated by Imam al-Tabarani and narrated by many of the books of the hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ وَصَدَقَةُ السِّرِّ تطفئ غضب الرب. صناع المعروف تقي مصارع السوء. وفي حديث وإن كان به ضعف حثنا فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام على نفعل الخير فلن يستاهل أو مش يستاهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ما قال من رواية عبد الله بن عمر: اصنع المعروف في من هو أهله ومن هو ليس أهله، فإن صادف أهله فهم أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا في هذا الحديث أيها الإخوة الأكارم، رسول الله عليه الصلاة والسلام يحثنا على فعل الخير. وفعل الخير كلمة عامة، ليس فقط منفعة مادية، بل هما إسداء نصيحة، مساعدة، بنقل تروح تساعده، بيعمل أي شيء تروح تساعده، أي أمر، ليس فقط الأمر المادي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدد أبواب الخير وأبواب البر وأنواع الصدقات قال: إماطة الأذى عن الطريق صدق. طب دي فعل. وبعدين قال: وأمرك لمعروف ونهيك عن منكر صدق. وبعدين وتبسمك في وجه أخيك صدق. إذا أبواب الخير عديدة متعددة، ليس فقط قراءة قرآن أو صوم أو صلاة أو إعطاء مال.
تعمل حاجة يعني عملية تساعد في واحد تدله على خير أو تتبسم في وجه خيرك المسلم. My beloved brothers and sisters, there is many ways for us to earn good deeds. And رسول الله عليه الصلاة والسلام promised us in the hadith narrated by Imam al-Tabarani رضي الله عنه وارضاه. And this hadith is an authentic hadith. He said, when you do a good deed, Allah subhanahu wa ta'ala will prevent you from any harm, death, or any bad accident, or any harm incident, because you are doing good to Allah subhanahu wa ta'ala. And the secret charity will turn off the anger of your Lord subhanahu wa ta'ala. The important is, when you do a good deed, Allah subhanahu wa ta'ala will protect you from any harm happened to you. And Rasulullah alayhi salatu wa salam told us in the hadith, you should do good deeds regardless who is this person. And he said, اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله. Do good deeds for whoever deserve or whoever do not deserve. And Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran Kareem, in Surah Al-Hajj, he ordered us in clear verse of the Quran Kareem. He said, وَفَعَلُ الْخَيْرَ and do good deeds, you may success. So, نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فعل الخير. اللهم أمين رب العالمين. أو كما قال جدوا الله أنتم مقبلين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اكتفى أثره واتبع دبر يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، كما أمرنا الله تعالى بفعل الخير حذرنا سبحانه وتعالى من عدم فعل الخير. كلنا نقرأ ونسمع أولادنا يقرؤون قول الله تعالى في سورة المدثر، ما سلككم في سقر؟ عدد معايا أسباب دخول الناس النار. أول حاجة قالوا لم نكن من المصلين، بس بعديها ولم نكن نطعم المسكين. فعل الخير، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال المفسرون، قال المفسرون في تفسير ولم نكن نطعم المسكين، هذا تحذير من الله لكل من يقصر في فعل الخير. طيب أولادنا بيقرأوا جميعا سورة الماعون، اقرأ معايا كده سورة الماعون، ماذا يقول الله؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، ها؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، وبعدين ولا يحض على طعام. فعل الخير، صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما أمر الله تعالى يا أيها الإخوة بفعل الخير حذرنا من عدم فعل الخير. ما يدرس بلوت برزر السيسترز، as Allah سبحانه وتعالى encourage us all and order us all to do a good deeds, He warned us from not doing a good deed. When He Almighty talk about the reason for people being in the hellfire in Surah Al-Muddathir, when Allah Ta'ala mentioned, why you are in Saqar? Saqar is one place in Jahannam, عافانا الله وإياكم. And He said, the first, we wasn't praying. And second, we were not helping the needy. We wasn't helping the needy. And all of us, we read Surah Al-Ma'ul. When Allah subhanahu wa ta'ala starts, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Do you know who is the one who denies the deen, which is the religion? The one who will push away the orphan. And he will not help the needy. So, do a good deed will protect you from the saqar. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all. Allahumma ameen ya rabbal alameen. Allahumma inna nas'aluka rabbana rabba kulli shay'in wa malikahu an taghfira dhunubana. Allahumma ighfir dhunubana. Allahumma ashfi amradana. Allahumma yassir umurana. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah.
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك في هذا الليل الطيب المبارك أن تؤلف على خير قلوبنا. اللهم ألف على خير قلوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اشف أمراضنا. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر منصر الدين. اللهم انصر منصر الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وبارك الصالحين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. واقم الصلاة إن الصلاة كانت